لوحات فنية جميلة أبدع في إخراجها ابن بلدي تلسد إبراهيم الحرفي عبد الحق بوشوكا بريشته التي تلامس حبات الرمل فتنسج رسم لوحات سحرية بجمال ألوانها الطبيعية التي تخطف الأنظار. تقنية الرمل هذه هي من القدم، ولكن أنا طورت فيها وحبيت نخدمها بطريقة على شكل الطريقة الزيتية، وهي بالرمل شكل مدرسة خاصة، يعني خاصة مدرسة بالرمل خاصة تخصني أنا، وعاود طورت فيها عمل مواد تاع البنتو، المواد تاع الرمل هذه، صناعة الرمل الاصطناعي اللي لونته وخدمت به هذه الطريقة بحيث تقنية الرمل تكون متناسقة، عمل الألوان تعود متناسقة، عمل لوحة، عمل موضوع. داخل ورشته يعانق الحرفي عبد الحق لوحاته بأقلامه، فيتفنن في تحويل صور قديمة لرسامين عالميين إلى لوحات فنية رائعة ممزوجة بأنواع ألوان الرمل. تقنية الرمل هذه تعتمد على أمور خاصة، يعني ألوان غراء رمل طبيعي مع ألوان، الألوان هذه نحاول نخلطوها مع الرمل نصنع عدة ألوان. بعد الطريقة هذه نحاول نشكل الرمل عن طريق أشكال بحيث نقبل الغراء نخلطوها مع الرمل ونصنع عجينة. العجينة هذيك بعد ما نرسم شكل اللوحة نضع العجينة على اللوحة وننحت العجينة. لوحات رائعة يستغرق الحرفي عبد الحق في إخراجها في مدة تتجاوز الأسبوع إلى شهر أحيانا، رسومات تستقطب محبيها ولوحات فنية يصل سعرها إلى 20 مليون سنتيم.